الطبق التاني حاجة كده بقى من الأكلات بتاعت زمان اللي فيها نكهة وزي ما بيقولوا شمخة، يعني حاجة يعني أول ما قلت رقة بضاني حبيبنا النقلي قال لي ده أنا إيه يعني قتيلك. تعالوا مع بعض نشوف بقى رقبة الماعز أو الغنم أو الخروف مع الرز بالمكسرات واللحمة. عندي هنقول كيلو من الرقبة الضاني، أنا طبعا كاتب قطعتين بس القطعتين يطلعوا كيلو، يطلعوا كيلو ونص، يطلعوا أقل، يطلعوا أزيد، مفيش مشكلة، ممكن يبقوا أربع قطع يعني، بس عشان أنا عارف إن بتاخد وقت فأنا اتنين هنشتغل عليهم واتنين أنا حطيتهم على النار عشان يستووا ويكملوا كمان السوى. يخني الرقبة الضاني أو رقبة الماعز أو رقبة الخرفان أو رقبة الغنم زي ما تسموها بالرز عبارة عن قطعتين من اللحم الضاني ونص كيلو بصل متقطع شرايح، نص كيلو من البصل متقطع شرايح ونص كيلو طماطم مبشورة وتلات معالق صلصة ومعلقة بهارات وخمس فصوص ثوم ومعلقتين من الزيت ولغاية كده ده مقادير اللحمة الضاني. هقول تاني، قطعتين من الرقبة ونص كيلو بصل متقطع شرايح ونص كيلو من الطماطم مبشورة وكمان عندنا معلقتين صلصة طماطم ومعلقة بهارات وخمس فصوص من الثوم كده لغاية كده ده اللحمة الضاني. الرز مقادير الرز عندي حوالي نص كيلو من الرز منقوع أو ثلاث أرباع كيلو حسب عدد أفراد الأسرة من رز البسمتي ومعلقة قرفة وربع كيلو لحمة معصجة، لحمة مفروض معصج، وكمان كوباية من الحمص المسلوق ومعلقتين من البقدونس ومعلقتين من المكسرات أو اللوز المحمص. يبقى كده الرز لوحده لو عايزين تعملوه كوجبة لوحدها هو، واللحمة الضاني لو عايزين تعملوه كوجبة لوحدها. هقول تاني علشان نبقى مركزين في الموضوع وطالع معانا زي ما انتوا شايفين، أول حاجة لحمة ضاني اتنين رقبة، نص كيلو بصل متقطع شرايح، نص كيلو طماطم مبشورة، معلقتين صلصة طماطم، معلقة بهارات وخمس فصوص ثوم. الرز لوحده أكلة، الرز لوحده أكلة، بس أنا هقدم الرز مع اللحمة الضاني. عندي هنا تلات أرباع كيلو من الرز البسمتي المنقوع في المية وربع كيلو لحمة مفرومة معصجة وكمان معلقتين من اللوز المحمص ومعلقة قرفة وكوباية من الحمص ومعلقتين بقدونس، وجبة متكاملة لوحدها في الرز. تعالوا بقى نشتغل مع بعض. أول حاجة هنعمل حاجتين مع بعض، يعني إيه حاجتين مع بعض؟ هناخد اللحمة وهنحط معلقتين الزيت وهناخد نتبل ملح وفلفل، نتبل اللحمة شوية ملح وشوية من الفلفل ونلفها الناحية التانية اهي، ونتبل تاني برضو شوية ملح وشوية فلفل بس، بس ما ضفناش عليها اي حاجة، وناخدها على الزيت على طول. طب انت مش حاطط زيت وزبدة ليه؟ انت عايزها تنشف؟ لا، هي هتنزل من جواها جزء من الفات الموجود فيها ده. يا استاذ عسكر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم طيبين بمناسبة أول شعبان كده يا رب. كل سنة وانت طيب والأمة الإسلامية كلها بخير. الله يخليك. حضرتك أنا أكلت في ليبيا الضاني ده مندي اللي هو المندي وبينحط تحت في الرمل الحراري دول. تحت فوق الفحم. أيوه مع حضرتك اتفضل. يعني أنا عاوز أعرف طريقة المندي إزاي بس. حاضر من عينيا. هقول لك على مقادير المندي وبشكرك يا حاج عسكر. انا عايز اقول بس ان اللحمه تبل لها ملح وفلفل فقط، ملح وفلفل فقط، وحطيناها في الزيت. طبعا كلنا اما باجي اشتغل بقول زيت وزبده، لا انا حاطط زيت بس هنا ليه؟ لان في نسبه من الدهون ما بنقدرش نتخلص منها جوه اللحمه، شايفين؟ لو انا حبيت اشيل الدهون اللي جواها دي مش هقدر، فانا الدهون دي هي اللي هتساعد على تسويه اللحمه. وبعدين نقلبها كده. مين معانا؟ يا مدام هيام. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب ومشاهدين قناه الحياه طيبين. وحضرتك طيبه الله يخليك يا رب. وقناه الحياه كلها طيبين يا رب يبارك فيك. وهم بيقولوا حضرتك كل سنه وانت طيبه.
ربنا يخليك يا شيف. الله يكرمك. بص يا شيف، ربنا يخليك يا شيف. في سمنه عايزه اقولها لك يا شيف، المشاهدين يعملوها، انا عملتها. ايه يا فندم؟ في سمنه عايزه اقولها للمشاهدين. الفلوس عندك يا ترابيزه. بص يا شيف، اتفضلي. السمنه الباكت اللي هو اللي انت عارفها. على فكره الصوت بيقطع عند حضرتك. بص يا شيف، بص يا مدام هيام. ايوه سامعاك انا اهو. طب اتفضلي. بص يا شيف، في سمنه اللي هي الصفرة العادي، بجيب 2 كيلو يا شيف. على 3 بواكي اللي انت عارفها اللي بتجيبها، اللي هي بالباكت الرصاصي. مش عايزه اقول اسم انا. وبحط 3 بواكي من هنا على 2 كيلو زبده الصفرة، وبحطهم في حله كبيره، واحط كوبايه لبن و3 علب زبادي ومعلقه ملح، ووطي النار وتستوي على مهلها. واما تستوي على مهلها اوطي النار كده وتبرد كده، واعبيها برطمانات حلوه جدا. بالهنا والشفا. حاضر. يا رب يكونوا حضرتك مشاهدينا الكرام سامعين حضرتك، ويا رب يعملوها لو حابين. طبعا بشكرك على اتصالك الجميل يا مدام هيام. انا بس شايفين اللحمه عامله ايه، بس لغايه كده، وهقوم مزودها شويه ميه اهو، واغطيها. وبعد ما اغطيها هسيبها لغايه ما توصل بالشكل ده. احنا عاملينه اهو. ايه اللون البني اللي طلع معاك ده؟ لان انا سبتها تشرب ميتها كل شويه. اهي شايفين، ده بقى اليخن بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه. خلاص واستوت اللحمه معايا، هسيبها وهننشل دي. وعشان هشتغل في نفس الطاسه، هات لي الطبق ده من فضلك اهو. زي ما قلت انا سبتها الاول تتشوح، وبعد كده عشان بس ما تاخدش معانا وقت، وانا عارف انها تاخد وقت في التسويه، فعملنا ايه ونضيف دي، مفيش مشكله خالص مكان النكهه اللي احنا عملناها. ونيجي هنا بقى هنحط شويه زيت صغيرين، ونعمل بقيه اليخن بتاعنا اللي هو البصل مع الحاجات التانية، واحنا مع بعض في نفس الوقت هرفع دي من على النار بقى، لان كده خلاص الحاجه بتاعتنا او الهوت دوج اهو. هنرفع دي من على النار، كله استوى، ونروح نحط دي اهي. نشيل دي بس كده او نلفها. عايز احط دي كمان يا سعد؟ مفيش مكان. حاضر، في النص زي ما انت قلت يا وحيد. ماشي، انت تؤمر يا وحيد، احنا هنا موجودين عشان نلبي رغباتكم. ناخدها كده نجيبها هنا، ويكون الطاسه بتاعتي سخنت. الطاسه عندي تكون سخنت. اول ما هتسخن الطاسه هنكمل مع بعض. بس انا هعمل الرز سريعا. الرز المره دي هيبقى مختلف شويه. انا نقعه لكن انا هحط له ميه بتغلي، لان انا هحط معاه لحمه وبصل، فمش محتاج ان انا اغليه. يبقى انا هنشتغل في حاجتين مع بعض. هناخد كده بقى بعد ما اللحمه استوت معايا، ما فيهاش اي اضافات غير ملح وفلفل. طب اللون اللي جالها ده منين؟ لان انا سبتها على نار هاديه، كل ما بتنشف ازودها شويه ميه، كل فطلعت كل البهاريز اللي جواها، طعم بقى ونكهه كده مش هنقول عليها دلوقتي غير اما تدوها. ناخد البصل نقلبه، كمية بصل نص كيلو بصل اهو. جميل يا احمد. الو. الو. ايوه يا ابو حميد. اه شيف. اتفضل يا حبيبي، انا سامعك. ايوه يا شيف. انا سامعك يا حبيبي، اتفضل. عاوز اعرف تريد عمل البيتزا. الايه؟ عاوز اعرف تريد عمل البيتزا. الكشك؟ عاوز اعرف تريد عمل البيتزا. البيتزا؟ البيتزا. انا مش قادر اسمعك والله يا احمد، الله يخليك. يعني البيتزا؟ حاضر يا حبيبي، انا بشكرك على اتصالك، وان شاء الله هقول لك عليها. حاضر. هنعمل ايه بقى؟ نسيب البصل ده لغايه ما يكرمل، لكن البصل ده هياخد وقت معانا شويه. فانا كل اللي هعمله ان انا احط حته زبده مع شويه زيت. هوريكم ازاي هنسوي الرز، ومش هاجي ناحيه حاجه لغايه البصل ما يكرمل، واضيف عليه الصلصه والثوم والبهارات وبقيه المكونات بتاعه اللحمه، وخليهم يغلوا مع بعض. ده اللي هنشوفه ان شاء الله، ولكن بعد ما نيجي فاصل. تعالوا بقى نشوف الرز، لان انا قلت الرز وجبه لوحدها، لكن انا هضيفهم مع بعض. ناخد كده الرز، معلقه زبده ومعلقه زيت، معلقه زبده، ونحط بصلايه. مش هسويها. ليه مش هسويها؟ لان انا عايز نكهه البصله دي تبان معايا مع اللحمه المعصجه الموجوده عندي اهو. حطينا
البصلايه بتدبل وتشم النار، هنتبل شويه ملح وفي الرز شويه فلفل. يا راجل اه والله ما فيهاش حاجه، لان انا طبعا حاطط فيها لحمه، فلما نحط فلفل مع الرز ما فيهاش اي حاجه خالص. وهناخد القرفه بتاعتنا، وبعدين هنصفي الرز كده اهو، ونروح نازلين على البصل الموجود عندي، ونديله ميه بتغلي، ونسيبه لغايه ما نرجع من الفاصل نشوف شكله عامل ازاي. الله، طب ما انت ما ضفتش لسه اللحمه المفرومه. لا، ما هي اللحمه المفرومه متعصجه مستويه، انا هضيفها لما الرز يخش في التسويه. عايز اوريكم شكل اليخني. البصل كارمل. كارمل يعني ايه؟ يعني ما بقاش لونه بني، بقى لونه بيج غامق او اصفر غامق او ذهبي زي ما احنا بنقول. قمت نازل عليه بصلصه الطماطم، ونازل عليه بالبهارات، وقصدي التوم الاول، وبعد كده صلصه الطماطم والبهارات وشويه ملح وفلفل، والطماطم المبشوره. شايفين بقى عامل ازاي؟ مركز ازاي؟ نيجي بقى نعمل الحركه بتاعتنا الجامده اهو. ناخد كده الرقبه، شايفين؟ عشان الرقبه مستويه متفصصه اهي، اهي عشان تبقى على قد سنانك يا عم علي. اهي ناخدها كده اهو. وبعدين في هنا شويه بهاريز بقى، بهاريز البهاريز زي ما احنا بنقول، دول نعمل ايه؟ نقوم مصفينهم عليهم. خساره، دول خساره، خساره كده اهو. هو ده اكله زي الكتاب ما بيقول. الله يديله الصحه بقى الفنان الجميل عادل امام، كان له مقاله مشهوره في ابراهيم الطاهر يقول لك يخني عجب. هو ده يخني عجب بجد. جربوا الاكله دي هتعجبكم جدا. انا هعمل ايه بقى؟ هي طبعا اللحمه مستويه والصوص ده عايز يتسبك شويه، طبعا مش محروق. لو اللي يبص للون ده يقول لك ده البصل محروق، لا، البصل يا دوب لونه اصفر. هناخد اتصال وبعد كده هنكمل مع بعض. انا هشيله بقى على نار هاديه يتشرب معانا شويه. قالوا بقى نحط هنا الحمص، ونحط اللحم المفروم، عشان دي قلت دي وجبه متكامله لوحدها، وجبه كامله. ونسيب ده كده، ونسيبه يتشرب مع بعض الرز،